ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخواني مشاهدينا الكرام الاعزاء. تاريخ اليوم 13 سبتمبر 2023 في مدينة تشيغ ماي في تايلاند. طبعا هذا بخبركم قصتها الحين. سنارة صيد والعدة مالتها معاه، فبنتوجه ان شاء الله صوب النهر نحاول مثل ما تقول يعني نصيد سمكة ولا سمكتين، لان الصراحة اجواء خرافية والجو غيم وحلو. بس بناخذ لنا اسبريسو قبل ما ننطلق واخبركم سالفه السناره هذه. يا مرحبا. اسبريسو هات بليز، وان رون اسبريسو شاي اسبريسو ني رون. Yes, yes. Okay. Yeah. It's the best one. Next night. Yeah, yeah, yeah. Okay. But very good. Mayro, Mayro. And it's the best one. Single shot. Yeah, copper and a cup. شكرا، very nice. Cup and cup. طبعا ذاك اليوم قاعد اتمشى واشوف لك النهر مال معالمي هني، اسمه نهر نينغ، ما ادري شو اسمه، في شينغ ماي. يا اخي عجبني الجو، تمت شي حوم حول النهر وجلست شوي زين وقت قهوه، وحصلت بعد تايلنديين اسلم عليهم سعودي كاب سعودي كاب، اشوفهم يصيدون سمك، كل واحد فارمي داره يصيد اللي بخيط اللي بسناره، يعني مش وايد ينعدون على الاصابع، بس كنت امشي انا. والله يا اخي ذكرت ايام الصيد في ابو ظبي والمرفا، اخر مره في طرات في المرفا، وفي ابو ظبي صوب جسر المقطع والشليله، فعندي خبره في الصيد انا، يعني مش انه يعني جديد. ف قلت يا اخي ليش ما اصيد؟ زين الحين انا شو اريد الحين؟ انا هذا سوق ابغي، هذا سوق طبعا عالمي في شو يسمونه شينغ ماي معروف، واسعاره رخيصه بلاش كل شيء، بس ما ادري كني شفت قبل شبره سمك هني ولا، لان شو انا من خبرتي في الصيد يعني عند السيف او على ضفاف النهر، خلك من كل الخرابيط العجين وما ادري وين والسمك الصناعي هذا كله ما يمشي، تمشي يعني انت وحظ، بس الاكيد النغر ما شيء عقبه، يعني عليكم بالنغر. الحين وين هذا؟ عليكم بالنغر يا طويلين العمر والسلامة. من خبرتي في الصيد طبعا، خبرة طويلة، مش طويلة يعني ما سنة سنتين كذي كانت تصريفة، وكنت اطلع صيد انا ونسيبي. حتى مرة من الايام اخذت ماشوة اشتريتها من دبي، اتذكر كنا نصيد على السيف، فقلت له نسيب تعرف كيف؟ قلت له بروح دبي انا السوق الصيني،
اروح اخذ لك ما شو ام النفخ هذه مال نفس قارب الانجاد. اخي ما في نغر نفس قارب الانجاد. زين اخذها والله نسيت يا اخي حول 2000 درهم ما اتذكر والله. المهم هي عوده وايد ذيك الايام عندي جيب رانجلر جوتي واحطها مره اخذت السياره كامله الدبه مع الكراسيه اللي ورا بس مش منفوخه يعني. وصلت البيت انا اخذناها في معاي شو اسمه هذا ماكينه تتشرج بالتليفون بالكهرباء. انزين بس ضعيفه تعبانه الماكينه. وقفونا كم من مره خفر السواحل خبر ساعه يقول انت شلون انت ولا واقفين؟ نقول له نمشي والطريقه فاضيه ما تمشي ما جوا بس قارب عالمي. قال ليش مو عليها ارقام؟ قلنا لا ما تترقم لو تترقم ما قصرنا فيها بنرقمها. هذه مال انجاد مال قوارب النجاه نفس قارب النجاه. ويضحكون الشباب والله يقلصون لين جسر المقطع ناكل مرسى ونطلع. بعدين قلت له ما يصلح بناخذ لنا شو اسمه بناخذ لنا مال البترول واروح وكاله السوزوكي اللي في ابو ظبي الصناعيه واخذ لي ماكينه 5 حصان. بس شو اقول لك والله كانها 50 150 حصان قول عادي. ودتنا وين؟ قمنا نروح عند صوب الشليله ونروح في الغزر في العميق يعني. والله يا سمك صدناها ذيك الايام بس خطر ما انصحكم يا شباب وايد خطر يعني خاصه اللي ما عنده خبره في البحر تحذروا. زين فعندي ذكريات في الصيد اليوم ان شاء الله بنجرب الحين. هذا كل انا مشيتي هذه لفيت السوق كله ما خليت ما ماشي يا اخي عبالي نغر حي ني يعني مش مطبوخ. من خبرتي على السيف ولا على ضفاف النهر ما عليكم الا من نغر بس احلى طعم. وبخبركم قصه السناره هذه يوم بوصل ان شاء الله بس خلونا ندور لهذا. هاي شو عندنا دياي تشيكن بابا مايمي بابا انا ترمباي هني ني كالماري كالماري لا سمك هذا قبل كالماري ما اعرف شو اسمه التالنتي اني با كالماري ذس شو اسمه نغر ضيعت اسمه والله كنت اعرف قبل اني يو هاف لا اسمه حبار ปลาหมึกข้างในทะเลอ่ะ هناي ني هناي ค่ะ اوكي ثانك يو كوب اند كاب ปลาหมึก ايوه هذا اللي ابغى هو سبحان الله قدام عيني ما شفته لا اله الا الله بس هذا منظف اي سي اي سي اني نين هاو ماتش كيلو كذا كا 1 كيلو نوت 1 كيلو ها نو سمال سمال اني هاو ماتش 80 نو دون شان دو ها ها دون شان غو غو دو باي شوفي كم ها 40 تو ماتش 40 ماي مي تان ไม่ได้กินเลยอ่ะ 20 บาท 20 no 30 no สมอลมีสมอล สมอล 30 บาท สมอล 30 บาท สมอล มามี อันนี้ 40 40 40 40 40 no ช่างดู จ้ะ 30 บาทนี่30 maybe no เหมือนตลาดนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูฟัง
ว่าเจ็บตาสองคนอ่ะตอนที่โอเค give me นี่ how much30 30โอเคนี่ايه باخذ معاه هذا عشان الريحة تروح في الماي زين سكان مي حبيبي عمي مو اه اوكي بس مضبوط هذا وايد اصلا انا باخذ لي قطعه كذي صغيرونه بس حطها في الميدار عاد الميدار ما ادري اللي حياكم الله ان شاء الله بنكلمكم من شو اسمه الحين بمشي تقريبا مال كيلو او كيلوين ما اتذكر والله مرحبا بس خلوكم معانا من هناك بتشوفون النهر بعد طبعا الحين جاهزين دبلنا الكيس مال شو اسمه حبار وهذه العده هنا طويلين العمر زين بس خلنا اشرب موي والنهر بالاتجاه هذا اكمل سيده وبعدين يسار بعدين يمين اكون واصل ان شاء الله باذن الله يمكن مسافه مشي 10 دقائق او 15 دقيقه ما اتذكر بالضبط شوفوا الحلاقين يا كثرهم هني وكله رخيص على 100 باط مش ناس بانكوك يقول لك 500 و... حتى بدايه بدوا يغلون 100 باط و... مساج وغسل شعرك والدنيا كلها يا كثرهم هني المجامعات حاطتني شوفوا الاجواء ما شاء الله يا اخي جوها عالمي شوف تمشي براحه بحريه ما في رطوبه ولا حر الحين الساعه كم تقريبا الضحى الحين الساعه 9 و 15 دقيقه تقريبا اجواء عالميه يا اخي ريحه زرع ريحه ورود حدائق غابات عندك من هناك الجبال ومني النهر وايد وايد انصحكم فيها شنغ ماي لا 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 تطوفون خساره اذا جيتوا تاني ما جيتوا شنغ ماي يا مرحبا يا مرحبا خلنا نحافظ على بطاريه الكاميرا عشان نصور في النهر حياكم الله سلامي عليك يا شنغ ماي الجو عالمي ماشي ما في يا اخي حر وين هناك في بانكوك كان تمشي شوفوا هذا ان شاء الله بعدين بنجيه بنصوره كامل زين شو اسمه ذكروني تشينغ جاي ماركت يعني المعالم شينغ ماي بعد الرئيسيه ما ادري اظن مسكر الحين بعد تو النص الساعه 10 يفتح شينغ ماي عالميه يا اخي هاي الساعه كم 11 الساعه 11 يفتح موندي تو فرايدي 11 تو 8 بي ام سعودي كاب يلا ان شاء الله نظافة محلاتهم مع ان هذا شارع يعني مش رئيسي عادي شوفوا انا صار لي يومين طبعا مغير برنامج النوم احلى برنامج ارقد الساعه 10 اقوم الساعه 5 الفجر فمن شي يعني خلنا نسرح صوب النهر زين يا رب عاد نصيد ما تطلع الروحه بلاش يا سلام شوفوا اجواء عالميه هاديه
طعمهم شي يا اخي بتناسقه مش نفس بتايج اي كلام. مش كلها طبعا بتاية بعدين الناس الحين يقول لك هذا يخرب سمعة بتاية. حلوة حلوة بعد فيها اماكن حلوة بس هاي منطقة العرب يا اخي ما ادري انا مليت منها مع اني كنت ساكن في جمتين. طولت وايد انا في بتاية وبنرجع لها ان شاء الله بعد شواطئها زينة. يا مرحبا يلا خلونا نقصد البطارية المرة الثانية ما عاد نشغل الحين لين نوصل النهار. وايد كبير من خلفه تمشون شوي سيدي النهر فكلمة سمشي انا لقيت موقع استراتيجي ممكن حتى التايلندي ما يعرفه بس كنت في الليل وايد الساعة 2-3 فتقريبا قربت وايد الحين اذكر اني مشيت من المكان هذا. حياكم الله. الغيم شوفوا كيف الجو عالمي. ها طبعا اسبوع على الحال هذا واذا جت الشمس مال نص ساعه خلاص احلى جو جوي المفضل من شي غيرت برنامج النوم. حياكم الله. هذه منطقه الجبال ما ادري اذا واضح بالكاميرا ولا لا زين شوف هذا الشاعر الرئيسي هذا اللي يودي صوب النهر وبعد النهر اذا قطعت النهر بتوصل ايش يسمونه سنترال فيستيفال مول. بس طبعا بيكون بعد النهر. يا مرحبا بكم.